بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد سوف أشرح لكم كيف تقوم بتقوية أداة الويفي الخاصة بكم على الآيفون، آيبود تاتش وأيضا الآيباد. تابعوا معي. أولا نقوم بفتح الإعدادات، ثم نذهب إلى ويفي. فكما تلاحظون معي لقد تعرف فقط على الويفي الخاص به، لكن سوف تلاحظون تغيرا كبيرا بعد تثبيت الأداة الموجودة في سيديا. نفتح سيديا، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على البحث، بعد ذلك نكتب وي في، وي في بوستر. هذه هي الأداة. هنا تجدون مدفوعة، لكن نأخذ الآن المجانية. نقوم بتثبيت الأداة، تجدون على سورس هاك يور آيفون. نقوم بالضغط على التثبيت ثم تأكيد، بعد ذلك ننتظر لحين تحميل الأداة وتثبيتها على الآيفون الخاصة بنا. ننتظر قليلا ثم بعد ذلك نضغط هنا، ننتظر قليلا فلا تقلقوا، فهذا عادي جدا. فالايفون يقوم بعمل اعادة تشغيل تلقائي، تظهر لنا كما تشاهدون في الصورة تفاحة الابل. بعد ذلك نقوم بفتح الايفون الخاص بنا، ثم الان نقوم بعمل اختبار الويفي الخاص بنا. نفتح الاعدادات، فكما تشاهدون الويفي يعمل بشكل رائع، ولقد تعرف على إشارتين كما تشاهدون معي. بهذا أكون قد انتهيت من الشرح، وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، ودمتم في رعاية الله.